رجعنا مرة تانية لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وهنروح معاكم لفقرة الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفين في الخارج، لكن الأول هنطير لتنزانيا وتحديدا لدار السلام مع كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي هناك عشان يطمنا على أحوال فريقنا قبل اللقاء ب 48 ساعة. مساء الخير عليك يا شيما، واهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين ومتابعي كلام في الميديا وقناه النادي الاهلي في كل مكان. كالعاده كواليس البطوله الافريقيه دوري ابطال افريقيا، سيمبا بطل تنزانيا والنادي الاهلي هنا في الاهميه لفريق النادي الاهلي باذن الله تحقيق الفوز او نتيجه ايجابيه ان شاء الله. كالعاده يتصدر النادي الاهلي او يمكن خلاص مباراه فيتا كلاب القادمه هتكون تحصيل حاصل بالنسبه لفريق النادي الاهلي، فاكيد في شغل فني بيبذل بشكل كبير من الجهاز الفني بقياده مستر مارتن لاسارتي لنهائي الامر هنا ان شاء الله في تنزانيا. يمكن الفريق مش هنقدر نقول متوسط لان الظروف مختلفه بشكل كبير جدا، الظروف في المباراه الاولى وفوز النادي الاهلي بنتيجه 5-0 واداء ايضا كمان كان اكثر من رائع اسعد كل جمهور النادي الاهلي، لكن اكيد الظروف مختلفه. لو بتكلم معاك يا شيما على الظروف ابدا معاك هنا بالطقس، هنا صعب جدا، درجه الحراره بتصل ل 36 و37 درجه معاها رطوبه عاليه جدا، وده اللي يمكن مأثر بشكل كبير على النفس بالنسبه للعيبه على التحركات. ان شاء الله باذن الله يعني بنتمنى ما يبقاش ليه تاثير على فريق النادي الاهلي. النادي الاهلي لا بيبقى فيه تاثير كبير على كل اللاعبين، فيعني الجهاز الطبي بيبذل مجهود، يمكن كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ من الجانب النفسي مستر مارتن بيحاول ان هو ياهل اللعيبه بشكل كبير، لان ان شاء الله باذن الله نعود من هنا من تنزانيا بنقاط مهمين جدا في دوري ابطال افريقيا وبالتحديد في الجوله الرابعه من دور المجموعات. اتذكر معاك ايضا كمان ونذكر كل المشاهدين بالقائمه الخاصه بمباراه سيمبا بطل تنزانيا والنادي الاهلي، لكن قبل ما اتكلم معاك على القائمه كان تم تحديد وجود سعد سمير في القائمه اللي اعلنت امس عقب طبعا انتهاء في تدريب فريق النادي الاهلي في تمام الساعه 10:30 صباحا بدون راحه بعد مباراه حرس الحدود، ما فيش وقت، فكان لابد يكون في تدريب خفيف لفريق النادي الاهلي قبل السفر. رحله كانت طويله جدا طبعا، استغرقت 6 ساعات او نقدر نقول 7 ساعات كمان حتى الوصول هنا الى فندق الاقامه، لكن ترتيبات على يمكن على قدم الوثاق بالنسبه لسفارتنا هنا في تنزانيا. السفير طبعا محمد جابر ابو الوف طبعا سفير مصر هنا بيقوم بدور كبير جدا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سمير عدلي ايضا كمان اللي متواجد كالعاده قبل كل سفريه بيكون متواجد في البلد اللي بيكون متواجد فيها للنادي الاهلي لتوفير كل سبل الراحه. التنقلات ايضا كمان فندق الاقامه نقدر نقول ان فندق الاقامه جيد جدا ان شاء الله يساعد لعيبه النادي الاهلي والتركيز فقط يكون في هذه المباراه. اتذكر معاك كمان يا شيما وارجع معاك للقائمه الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي ياسر ابراهيم ايمن اشرف محمد هاني رامي ربيعه هشام محمد عمرو السليه محمود وحيد صلاح محسن جونيور اجاييه رمضان صبحي ناصر ماهر وحسين الشحات محمد شريف كريم ندفد علي معلول وحمدي فتحي. كان المفروض زي ما قلنا ان يكون سعد سمير متواجد، لكن سعد سمير عنده يمكن نقدر نقول اصابه في العضله الضمه ابعدته عن يكون متواجد مع بعثه فريق النادي الاهلي، لكن ال 20 لاعب المتواجدين جاهزين الحمد لله طبيا وفنيا. النهارده ايضا كمان كان التدريب الاول لفريق النادي الاهلي على ملعب قريب جدا من فندق الاقامه. تدريب كالعاده كان في بعض الامور الاستشفائيه طبعا للعيبه نظرا للرحله الشاقه زي ما اكدنا شيما، لكن ما كانش في تدريب قوي نقدر نقول او في التحامات او في تكتيك النهارده، لا كل الامور كانت تدريب خفيف بالنسبه للنادي الاهلي. غدا هو التدريب الاهم والرئيسي على الملعب الرئيسي اللي هيستقبل مباراه سيمبا بطل تنزانيا والنادي الاهلي في مباراه مهمه جدا. حضور الجماهير هيبقى ليه تاثير كبير، لكن الحاله المعنويه والحاله البدنيه لعيبه النادي الاهلي لكن دي اللي ان كل الجمهور النادي الاهلي عنده هدف البطوله الافريقيه ان شاء الله هذا الموسم تكون من نصيب النادي الاهلي. وكالعاده يا شيما من خلالك ومن خلال برامجنا في قناه النادي الاهلي نكون مستمرين معاك وننقل لكل جمهورنا كل الاجواء والكواليس الخاصه بفريق النادي الاهلي هنا في تنزانيا، وباذن الله نكون معاكم غدا وبعد غد ان شاء الله يكون النادي الاهلي منتصر ونعود باذن الله من تنزانيا ب3 نقاط هامين جدا في مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. عوده ليك يا شيما. شكرا لك زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي.